السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، أهلا بكم. وقعت عدة مجازر في مدينة الرقة، استشهد فيها 21 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وسقط عشرات الجرحى في غارات ليلية من مقاتلات حربية روسية استهدفت عدة أحياء سكنية في المدينة، كما استهدفت الغارات المركز الثقافي ومبنى المحافظة. ارتكب الطيران الروسي مجزرة بمدينة عزاز بريف حلب الشمالي، راح ضحيتها 8 شهداء بينهم 5 نساء، كما استشهد 5 مدنيين وجرح 15 بمجزرة أخرى للطيران الروسي في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وطالت غارات مماثلة حيي كالمضطراب والميسر بالمدينة. سيطر تنظيم الدولة على عدة نقاط في منطقة الجفرة بمحيط مطار دير الزور العسكري عقب عملية تسلل واشتباكات عنيفة مع قوات النظام في المنطقة. قتل خلالها 7 عناصر للنظام، كما استولى التنظيم على كميات من الذخائر والرشاشات الثقيلة والمتوسطة. قتل الثوار 15 عنصرا من قوات النظام باشتباكات عنيفة بمحيط قرية الجنابرة في ريف حماة، كما استهدفوا رتلا لهم قرب قرية معردس بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة. وتصدى الثوار أيضا لمحاولة تقدم قوات النظام وميليشياتها على محوري السرمانية والكم قرب معسكر جورين بسهل الغاب، وقتلوا عددا من العناصر المهاجمة. سقط جرحى مدنيون في بلدة الهبيط بريف إدلب جراء قصف مدفعي لقوات النظام المتمركزة بريف حمال الغربي، كما طال قصف المماثل أطراف مدينة خان شيخون بينما أغار الطيران الروسي على بلدة محمبل. وفي خبرنا الأخير، استعاد الثوار السيطرة على عدد من المواقع في محيط بلدة مرج السلطان بريف دمشق، وقتلوا العديد من عناصر النظام، وترافقت الاشتباكات بين الطرفين مع غارات جوية من الطيران الروسي وقصف صاروخي على المدن والبلدات المحررة في الغوطة الشرقية. نهاية الموجز، استودعكم الله.